المهندس الأستاذ ياسر عبدالله. انت في ايدك تحمي الناس، السلامة اولا. الفشل يبدأ حينما تكتفي بمهاراتك. والله يا هندسة ده شرف لينا والله ان احنا نكون من ضمن الورشة الجميلة دي، والله انا استفدت كتير يعني خدت مثلا خدت المحاضرة منك بعد ما راجعتها يعني، وخدتها نزلت تاني يوم كنت نازل الشغل زي كده طبقت عليها وخدت صور كمان واقعية ليها، يعني اللي باخده بستفاد منه كتير والله العظيم. كنت واخد قبل كده برضو كورس الأوشا بس خدته يعني ما فيهوش التفاصيل الجميلة دي يا هندسة، والله يعني معاك بنستفيد كتير بإذن الله، وربنا يديمك يا رب ويكرمك. تكرم الشمس، ربنا يبارك فيك. طب تقول لنا ايه، وتقول لل 197 عضو قبليك في الورشة تقول لهم ايه؟ أقول لهم والله قرار جميل انهم يختاروا الورشه ويختاروا البرنامج المتكامل، ونختاروا الدكتور برضه المهندس ياسر عبد الستار، والله شخصيه كويسه جدا ومحاضر مالكش مثيل يعني، وبتوصل المعلومه وبتبسطها وبتختار كمان اداء التفاصيل، والله يعني دي حاجات كويسه جدا مش موجوده عند ناس كتير يعني. انت كلنا جزيل الشكر، لان دايما اقول والله هو ما نجاح شخص، هو نجاح مجتمع كامل، هو كيان بيجمعنا، وكل ما سمعه الشركه بتطلع بشكل لائق، التدريب بيبقى بطريقه مهنيه، بنستفيد، بنقدر نطبق، المنتاليتي بتاعتنا بتتغير، ده كله بيصب في كفوف جميع الاعضاء. طيب مهندس عصام، يعني مهندس عصام تقريبا نقول سنه مع بعض، تقول لنا ايه؟ والله يا باشمهندس، يعني ما شاء الله ربنا يبارك في حضرتك. يعني انا اولا شهادتي مجروحه في حضرتك، لان انا بحبك على المستوى الشخصي. انا ما قابلتكش لكن فيس تو فيس يعني، لكن في الحقيقه يعني انت اضافه كبيره للمجال. انا فهمت حاجات كثيره جدا 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 لما حضرت معاك، شرح وافي بيقربك جدا جدا للواقع. في الحقيقه من افضل المحاضرين اللي انا شفتهم في مصر يعني، فربنا يبارك فيك يا هندسه. والله هندسه، يعني انا شايف ان ما شاء الله يعني الماده العلميه محترمه جدا جدا، خصوصا انا خدت النبس وانت يعني ما شاء الله، انا خلال الفتره دي حصل اضافه كبيره جدا جدا للمعلومات عندي. لكن في الحقيقه هندسه لو تسمح لي، يعني حضرتك محتاج انتشار اكتر من كده في مصر والوطن العربي. يعني هو طبعا واضح طبعا ان في شفافيه من الاول خالص، ان حضرتك مش زي ناس تانية، انا اسف جدا جدا يعني، بتستغل الناس وبتعمل لها اتراكت بدافع اللي احنا هنوظفكم يعني. فالموضوع ده كان من اول بصراحه كان فيه شفافيه. ماشي يا باشمهندس، الف الف مليون شكر هندسه على المحتوى الجميل. تكرم، من احلى الكلام اللي هسمعه في نهايه 2022 ديسمبر، بنحتفل بمرور 5 سنين على تاسيس الورشه، وطبعا يعني يسعدني طبعا اسمع مهندس احمد جمال لو المايك متاح بالنسبه له. السلام عليكم يا هندسه. خلاص على راسي باشمهندس احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته هندسه. ده شرف لينا طبعا هندسه. طبعا انا انت عارف حضرتك ان انا ما بتكلمش كتير، بس النهارده هنتكلم بقى، ولو ان طبعا الكلام بتاعي يعني مش هيبقى اضافه لان حضرتك غني عن التعريف يعني. الله يصلح حالك. الله يبارك لك هندسه. انا بالنسبه لي انا كاحمد جمال كراجل الخبره في المجال، مثلا هنقول دي السنه التاسعه ليا ما شاء الله. في كام سنه كده اللي فاتوا دول كنت يعتبر في بعض المعلومات نزلت مني، ما بتبقاش حاضره معايا، ان انا ممكن مثلا انشغلت مثلا في الموقع زي ما انا قلت لحضرتك وشرحت، ان ما بيبقاش في وقت ان انا راجع او اذاكر. من اول محاضره حضرت مع حضرتك، ودي والله يعلم ربنا يعني انا مش بجامل والله، بدات اتكلم بنفس الصيغه اللي حضرتك بتتكلم بيها، بدات ان انا مش محتاج حتى ان انا اقرا يعني، بدات ان انا تبقى الحاجه موجوده. كل ما بقعد اسمع مثلا محاضره اونلاين او باجي لحضرتك بيبدا الافكار تبقى موجوده، وده كمان من 4 5 محاضرات. فانا يعني انا شايف ان مع الاستمراريه ان شاء الله هيبقى في تحسن ويبقى الموضوع مختلف يعني. والله هندسه انت اضافه لينا، واحنا بنتشرف طبعا بالخبرات، لان الاضافه في البدايه موجودة قلت هي يعني اكتساب واكساب الخبرات، يعني انت هناخد من خبراتك وهتاخد من خبراتنا، ويمكن دي نقطه مهمه. ممكن نلاقي يكون واحد شغال في بيئه صناعيه
واحد شغال في بيئه انشائيه، واحد شغال في قطاع ما، لما كلنا بنتناقش في توبيك معين زي العمل على الارتفاع هتلاقي نفسك بتتكلم حضرتك عن الورك اون هايتس عندك في البيئه الصناعيه، وانا بتكلم في البيئه الانشائيه، بالظبط. وحد تاني بيتكلم في البيئه البحريه، ففي يعني جذب كتير من الايه، من المعلومات لينا كلنا. والله انا وكل ما جزيلك شكرا الانسان ما هندسه. بيبعد، الله يحفظك، كل ما الانسان بيبعد عن ال يعني عن المعلومات او ان هو يراجع او الكلام ده، فبالطبيعي ان هو بينسى. طبعا فاسترجاع المعلومات دي حاجه مهمه جدا، خصوصا ان انا قلت لحضرتك ان السيفتي في الشركات المصريه بيبقى يعني ايه، بدون تقليل طبعا من اي شركه، بيبقى مش مفعل بنسبه 100%، فبالتالي في بعض هننسى، المعلومات بتنسى. هيبقى العمل فانا روتيني شايف ان بالنسبه لنا، دي ما فيش اي مهاريات بالظبط. انت بتقدر تحققها. بالظبط، انا شايف ان دي يعني انا ان انا بدات ان انا ادخل في ورشه التدريب المهني مع حضرتك، دي خطوه مهمه جدا بالنسبه لي، بتجهزني ان انا في اي وقت، محدش ضامن ان الشركه اللي هو موجود فيها ممكن في اي لحظه انت بره الشركه، فبدل ما انت تقعد تراجع بقى قبل الانترفيو الكلام ده، انت والله جاهز لاي انترفيو ممكن تعمله في اي وقت وفي اي مكان، وبالتالي فدي حاجه يعني تعتبر تطور، وبتستثمر في نفسك. وقالها لي قبل كده مديري في السعوديه، قال لي انت استثمر في نفسك واصرف على نفسك، هتلاقي نفسك بتاخد بالبلدي كده، قال لي هتاخد قد كده. فدي فعلا حقيقه يعني. طبعا صح، دايما سمعتك اسف المهنيه انك على فكره. ومحتواك المهني والتطبيقي والاداري واسلوبك في التخاطب والتواصل مع كافه الموجودين، ده راس مالك. طبعا طبعا، شكرا هندسه، والله حضرتك اضافه لينا، واحنا شرف لينا يا فندم، شرف لينا. بنحتفي ونحتفل بوجودك معانا في نهايه 2022 وبدايه 2023. شكرا باشمهندس احمد جمال مره ثانيه. بالتوفيق يا فندم، الله بالتوفيق يا يبارك هندسه، فيك، بالتوفيق. شكرا هندسه. تقول لنا ايه يا هندسه؟ والله يا هندسه، انا من ساعه ما يعني عرفت حضرتك وعرفت المجموعه، والله انا ربنا وحده يعلم، انا بقيت الاول كنت ممكن اسمع من اي حد، فبتدرب على حاجه انت بتدربني وبتديني مهني، يعني انا كمان باخد الحاجه دي عندي في الشغل، يعني انا برضك ايه بتدرب مع حضرتك وكمان بعملها مهني كمان في الشغل، وبفضل الله ثم بفضلك ان انا نزلت اول شغل ده بفضل الله ثم بفضلك. ربنا يبارك فيك يا هندسة يا رب، ويكتب لك كل الخير يا رب والتوفيق إن شاء الله. ومعذرة مش قادرين نسمعك، السيجنال فيها مشكلة، ولكن كل الكلام الطيب وصل، جزيل الشكر ليكم. المهندس الأستاذ ياسر عبد الستار. أنت في إيدك تحمي الناس، السلامة أولا مرجع علمك مبني على أساس، السلامة أولا.